الحمد لله الحمد لله كما حمده المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والعصماء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرغته قصة مختصر المستمعين المحترمين النبي نور وبشر ولا منافاة بينهما قال الله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا لا يخفى أن جبريل عليه السلام خلق نوري مع أنه تمثل في صورة البشر فمن أنكر بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر ومن أنكر نورانيته صلى الله عليه وآله وسلم فهو دال مدل المستمعين المحترمين السوال الدليل على نورانية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الجواب الدليل على ذلك قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر المستمعين المحترمين استمع جيدا المراد بالنور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا في تفسير ابن عباس والرازي والتبري والجلالين والحازم والآلوسي وغيرها نعم نعم قال ابن عباس في تفسير ابن عباس قد جاءكم من الله نور رسول يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام الرازي في تفسير الكبير فيه أقوال الأول أن المراد بالنور محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام السيوطي قد جاءكم من الله نور هو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام علي بن محمد الشهير بالخازن في تفسيره يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إنما سماه الله نورا لأنه يهتدي به كما يهتدي بالنور في الظلام قال الإمام عبد الله بن أحمد أو النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يهتدي به كما سمى سراجا قال السيد محمود آلوسي قد جاءكم من الله نور عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم النبي نور الدليل على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه قال جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الآخر أول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء وما علي إلا البلاغ المبين.